ولا كابتن طبعا شطة؟ أهلا بيك. نجمنا ترابولتا الكره المصريه وصانع السعاده في يعني اوقات كتيره جدا الكابتن شريف عبد المنعم. اهلا بيكم ومبروك علينا، وانا حاسس ان احنا يعني باذن الله عن السوبر، وان شاء الله كاس مصر، وان شاء الله ان شاء الله هتبقى فتره جميله جدا في حياتنا. وانا عايز اقول لكم على حاجه قبل ما نخش في اي حديث، دي اجمل بطوله خدناها في حياتنا. اغلى بطوله كابتن، واغلى بطوله، وحتى البطوله الاولانيه احنا خدناها بتاع 82 دي اجمل واحلى عشان ظروفها كانت كل كتيره حاجة كابتن شريف الحقيقه. وطلباتنا احنا منها ووجودكم انتوا كمان كاستوديو والقناه في عصرها الاول، خدت بالك في التجديدات اللي حصلت ان تواكب هذا النصر الكبير باذن الله يعني الانتصارات اللي جايه. فانا مش سعيد بس يعني فاكر لما كنت قاعد معاكم بقول لكم ايه، انا هاخد بس البطوله دي ونعمل اي حاجه. كابتن شريف انت اللي توقعت النتيجه لما كنت معانا قبل الماتش بيومين، الحمد لله. واحنا قلنا في الانترو ان انت ليك جايزه، هتعزمنا فين بقى؟ احنا انت هتعزمنا فين؟ لا كل واحد زي ما تقولش فين قوي عشان الاعلانات يعني. لا انا هبعت هاخد العناوين وكل واحد نص كيلو بطارخ في البيت وخلاص يعني. نص كيلو بطارخ حاجه جميله. هي دي الهديه، حاجه جميله هي دي. انت مستنيه الهديه دي؟ لا لا انا مستنيه العزومه الكبيره اللي انت وعدتني بيها. ليكوا في السمك ولا ليكوا في اللحمه؟ احنا لينا في الاهلي، خلينا في الاهلي.